يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من نصيحة للذين يعارضون زواج البنت الصغيرة ويقولون إن في ذلك ظلم لها؟ الظلم منعها من الزواج، هذا هو الظلم. أما من يقول تزوج بكفء صالح لها، هذا هو العدل والرحمة بها. فالظلم هو منع المرأة من حقوقها الشرعية وإعطائها الحقوق القانونية الطاغوتية، هذا هو الظلم في الحقيقة. نعم.